ولنقاش ملف حقوق الإنسان في سوريا، انطلاقا من التقرير الأخير لمنظمة Human Rights Watch الحقوقية حول هذا الموضوع، يكون معنا عبر الهاتف من مدينة أنطاكيا التركية الحقوقي السوري رضا سطيف. أهلا بكم سيدي. سيدتي مساء الخير جميع المتابعين. نشرت منظمة Human Rights Watch تقريرا عن الاستراتيجية العسكرية التي اعتمدها التحالف الروسي السوري في إدلب باستهداف المدنيين والبنى التحتية. ما هدف هذه الاستراتيجية العسكرية؟ سيدتي الكريمة، هذه الاستراتيجية ليست بجديدة، حتى لو أن Human Rights Watch أصدرت تقريرها في هذه الفترة، إلا أن هذا الأمر روسيا اتبعت هذا الأسلوب منذ تدخلها بسوريا في سبتمبر 2015. كان أسلوبها هو التدمير الشامل وسياسة الأرض المحروقة إضافة لضرب الحاضنة الشعبية. هم كان أسلوبهم الضغط على الحاضنة الشعبية في المناطق المحررة حتى تتوجه أصابع الاتهام للفصائل العسكرية الثورية بأن هؤلاء نحن حتى عندما يتم محاسبتهم أو مناقشتهم يقولون بأننا نحن نضرب القوى الثورية أو الفصائل العسكرية. هم بالحقيقة يضغطون على الحاضنة الشعبية حتى تكون وسيلة ضغط من داخل المناطق المحررة على الفصائل. ترى منظمة Human Rights Watch أن هجمات النظام وروسيا على إدلب قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية. كيف يفسر تقاعس الدولة حيال الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين؟ هذا الأمر يعني أصبح من الأمور البديهية، ليس فقط الهجمات الروسية وإنما هجمات النظام بكل ما استخدمه من طائرات وصواريخ، إضافة ل الهجمات بالكيماوي، إضافة للهجمات بالكلور. هذه ليست فقط جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم بكل معنى الكلمة. يعني النظام السوري وحلفائه من روسيا وإيران وغيرها ارتكبوا كافة المجازر، كافة أنواع المجازر بما فيها الذبح بالسكاكين، وهذه المجازر موثقة لدينا بحمص ودرعا وريف دمشق وأرياف إدلب. هذا الأمر يرقى لأعلى مستوى من الجرائم. المجتمع الدولي حقيقة لم يظهر التفاعل الحقيقي بهذه الأمور، خاصة في ضربات الكيماوي الأخيرة. يستهدفون مطارات خالية، يكتفون أن كأننا أسقطنا العتب بهذا الأمر أو انتهى هذا الأمر. لا ندري لماذا هذا الصمت الرهيب على مدى 10 أعوام، والشعب الأعزل، شعب مدني يقتل بكافة الوسائل، ونحن نقول لازلنا نوثق، لازلنا نبحث، لازلنا نستكمل التحقيقات. هذا أصبح الأمر ليس بحاجة لأننا مللنا من موضوع التوثيقات، أصبح لدينا أرشيف يكفي العالم لمدة 100 عام قادمة. لكن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. في هذا السياق كان تقرير الحقوق الأخير كشف عن أسماء بعينها شاركت فعليا في قتل وتهجير الآلاف من المدنيين. ما مدى إمكانية أن تشمل العقوبات الأسماء الواردة في التقرير؟ سيدتي، هذا الأمر أكيد، ونحن واثقين من هذا الكلام بأن الحساب سيأتي في يوم من الأيام. لكن حالة فقدان الثقة التي حصلت لدى الشعب السوري هي من أوصلهم إليها المجتمع الدولي بهذه الطريقة. فعندما المجرم يرتكب جرم وراء جرم وراء جرم وتتعدد الأساليب وتتعدد الجرائم دون أي حسيب أو رقيب أو حتى رادع، ولو أن يعني على مستوى بسيط، فهذا الأمر أصبح خيبة أمل كبيرة لدى السوريين، حتى أصبحوا لا يثقون بأي شيء اسمه عدالة دولية أو مجتمع دولي أو موقف حقيقي دولي. يرى البعض أن هذه تقارير تصعد وتيرتها ليتم استثمارها سياسيا بشكل أو بآخر. ما مدى جدية المجتمع الدولي في التخلص من الأسد؟ سيدتي، هذا هو السؤال والذي يتضمن جوابه بحد ذاته. كل شيء استثمر سياسيا، فنحن ليس لدينا حقيقة ملف إنساني حقيقي، ليس لدينا ملف حقوقي حقيقي.
الأمر كله يصب في النهاية بصالح الملف السياسي لنستعمله في الأيام كضغوطات سياسية سواء على النظام أو حلفاء النظام أو أيا، وبالمقابل يكون مكاسب سياسية أو اقتصادية يتم خلالها تسويق ما يريدونهم. كيف يمكن للمعارضة الاستثمار أو الاستفادة من هذه التوثيقات والتقارير لمواجهة النظام أو محاسبته على الأقل على هذه الجرائم؟ كما أسلفت لك، نحن نعمل على هذا الموضوع بكافة التوثيقات، سواء توثيقات بالنسبة للجرائم التي ارتكبت بالقصف أو الجرائم التي ارتكبت في المعتقلات، وهذا الملف الذي بالنسبة لدينا هو الأهم. يعني ما يحصل للمعتقلين أيضا هو أبشع بكثير مما يحصل في حالات القصف والقتل. نحن نعمل على هذا الأمر ولن نكل ولن نمل منه رغم خيبات الأمل، كما ذكرت لك خيبات الأمل الكبيرة التي حصلت. سنبقى نوثق حتى للأيام المقبلة، ونحن سنضغط بكل ما يمكننا بهذا الاتجاه. وهناك تجاوب نوعا ما من بعض الدول، فألمانيا أصبحت بالفترة الأخيرة تبعتها هولندا تبعتها بلجيكا بالمحاسبة على مستوى الأفراد، فهذا بادرة نوعا ما حتى لو كانت فردية، لكن هو أمر فيه خير، يعني نتأمل منه الخير. شكرا جزيلا لك الحقوقي السوري رضا سطيف، حدثنا عبر الهاتف من مدينة أنطاكيا التركية.